ما إن تقف أميال الساعة على 11 ظهرا حتى تتسارع الأسواق والمحلات التجارية بإقفال أبوابها عن المتبضعين استجابة لتعليمات حظر التجوال والذي قد أضر على ما يبدو بشريحة الدخول اليومية. خلية الأزمة استثنت ناس وناس، يعني ناس إحنا أصحاب المحلات الملابس خلتنا معزين، وتعرف إحنا موسم وموسمة تقريبا تأذينا، تعرف البضاعة إذا ما تصرفها بالموسم نفسه يعني تخرب عليك، وما خلتنا نفتح، خلتنا مثلا طتنا فتحال من 8 إلى 12 حتى في سبيل نقدر نصرف لنصرفها، وتعرف مطلوبين عالم تجار تطلبنا لأن شلتنا طالب ومطلوب. وبالإيجار مدى يرحم، يعني إحنا ما حد يلقالنا حل، وتعزيل يعني بالنسبة للتعزيلة مالتنا ضرتنا هواية ضرتنا. قائد شرطة ديالى الذي يشرف على نقاط المرابطات الأمنية لحث المنتسبين على محاسبة المخالفين، طالب المواطنين التزام لزوم البيوت وتحمل الإجراءات للسيطرة على انتشار الوباء. وعزنا إلى دوائر المرور بكل صنوفها أن تكون دورياتهم متواجدة مع دورياتنا لفرض الغرامات، والغرامات راح تكون كبيرة جدا على أصحاب العجلات اللي تخرج حظر التجوال، كذلك سيتم اعتقال الشخص الذي يخرج حظر التجوال. احنا ما نريد نلجأ لهذا الأسلوب، إن شاء الله مواطننا في ديالة واعي، هذا الحظر هو لخدمته، نعم طالت الفترة لكن إن شاء الله أمننا قوي. ومع صرامة تعامل الأجهزة الأمنية بتطبيق تعليمات حظر التجوال ومحاسبة المخالفين بالشوارع الرئيسة من عامة الناس، تجد هناك متنفذون ممن يعتبرون أنفسهم فوق القانون. بكيف يتجول شيخ ربعة يومية فايت من يوم الجول، لا يحترم سيطرة، لا يحترم قانون، والله شنو أنا تابع لفلان، هذا المفروض يتحاسب حالة حال أي واحد مشاغب في المحافظة، حالة حال الفقير اللي هسه ممنوع واحد يطلع، مفروض هذه حالة حالة يتعاملون يا الدولة. لا خوف ولا مستحي حاجي، يقول لك أنا مكتب الفلان، أنا مسؤول الفلان، ويعني هي هذا السبب كوارث يعني، والمواطن من يشوف هذول يضطر يطلع يقول لك أنا حالي من حالهم. فقد تتفاوت إجراءات التجديد بالحجر المنزلي بين منطقة وأخرى، وكأنها بمعزل عن الإصابة بكورونا وما يدريهم لعل الفيروس على أبواب بيوتهم، ويصبح حجرهم وعزلهم بالكامل أمر لا بد منه كما حصل في خان اللوالوة. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.